اهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجنا لقاء للمستقبل اللي فيه بنسهل التواصل بين الاطفال والحكومه. في اسئله كتير الاطفال نفسها تعرفها واحنا برنامجنا هنحاول نعرفها ليه. معانا النهارده الدكتور احمد هنو وزير الثقافه. اهلا وسهلا بحضرتك وشكرا لحضرتك انك وافقت تكون معانا النهارده. ازيك يا حبيبي؟ ميرسي يا يوسف، ربنا يخليك. انا مبسوط قوي ان انا معاك النهارده. نحب نسالك مجموعه من الاسئله. ايه هي معنى الثقافه؟ ده سؤال كبير قوي، ده سؤال مهم جدا الحقيقه. بص يا سيدي، الثقافة دي عبارة عن حاجات كتيرة جدا احنا كلنا بنشترك فيها، بمعنى ان الثقافة دي عبارة عن حاجات في مجتمعنا انت ممكن تكون حواليك بس انت مش حاسس بيها قوي، زي مثلا الكتاب اللي انت بتقراه ده ثقافة، المزيكا اللي انت بتسمعها دي ثقافة، الحدوتة اللي بتسمعها دي تعتبر ثقافة، التاريخ بتاعك ده ثقافة، المزيكا اللي بتسمعها دي ممكن تبقى ثقافة حلوة، الأغاني الشعبية والرقصات الشعبية كلها دي ثقافة جميلة جدا، السينما اللي بتتفرج عليها في التلفزيون دي ممكن تبقى ثقافة، فهي حاجات في الآخر خالص كل الحاجات دي مع بعض بتقول إن هي لما تتجمع بتقول إن دي اسمها الثقافة المصرية. معنى كده إنك أنت لو اتفرجت على أي أغنية من بره مصر هتلاقيها إنها حلوة قوي بس هي مش الثقافة بتاعتي، مش المزيكا اللي أنا بسمعها، مش المزيكا بتاعت بلدي، المزمار بتاع بلدي دي ثقافة جميلة، السمسمية اللي عندهم في الإسماعيلية والسويس دي اسمها ثقافة معينة، الأغاني المواويل بتاعتنا دي الأغاني المصرية، الرسم بتاعنا، المعابد بتاعتنا، كل دي بتشكل حاجة اسمها الثقافة. فالثقافة دي هي كل حاجة موجودة جوانا احنا، صح؟ زي ما انت جواك حاجات زي عضوية كتير، زي رقتك، مخك، عينيك، بس الثقافة برضو هي عقلك اللي بتفكر بيه. فانت تقابل في اي حتة في العالم، لو سافرت اي حتة في العالم انت هتسافر بثقافتك ديت، وهتفضل موجود فيها وتفضل عايش جواها وعايشه جواك. في رأي حضرتك ايه اهميه الثقافه في المجتمع المصري؟ هي اللي بتدي شكل المجتمع المصري. يعني ايه مجتمع مصري من غير ثقافه؟ يعني ايه مجتمع مصري من غير الاغنيه الحلوه اللي انت بتسمعها، او الكتاب الجميل اللي انت بتقراه، او الحدوته الحلوه القديمه اللي انت بتسمعها؟ يعني ايه ثقافه مصريه من غير ما يكون عندك العرف دوت، او الناس ان هي ازاي بتحكي مع بعضيها، ازاي بتدردش مع بعضيها، ازاي بتحكي الحكايه مع بعضيها؟ كل دي في الاخر هي الثقافه المصريه. من غيرها لو شلتها خالص هتبقى الناس عباره عن ايه؟ مفيش حاجه خالص، مفيش حاجه بتربطهم ببعض، انت فاهم قصدي؟ فالربط في بعضه في الاخر خالص هو ده الحبل اللي احنا مش شايفينه ما بيننا وبين بعضينا، ده اللي بيوصلنا ببعض، ده اللي بيمسكنا ببعضينا، الثقافه المصريه. ودي تحس بيها قوي لو انت باذن الله لما تكبر كده وتسافر بره مصر، قعدت مثلا في بلد زي في اوروبا ولا حاجه، تكتشف انك انت مفتقد جدا حاجه معينه انت مش فاهمها هي ايه، انت مفتقد الثقافه المصريه. عشان كده تلاقي مثلا لو اتقابلت مع اصحابك بره وانت بره مصر تلاقي 4 5 مصريين مع بعض، الحكاوي اللي بيحكوها، الكتب اللي بيقروها، المزيكا اللي بيسمعوها، هي دي الحاجه الوحيده اللي بتربطهم ببعض، هي دي الحاجه الوحيده اللي خلتهم مع بعضيهم، اللي هي اسمها ايه؟ الثقافه المصريه. طب ايه اهميه الثقافه للاطفال؟ دي اهميه كبيره جدا. ليه بقى؟ لان الاطفال النهارده بكره هيبقوا ناس كبار، وبكره الاطفال ممكن يجوا يقعدوا هنا مكاني حد منهم، انا لسه ما اعرفوش بس هو اكيد هيجي يقعد هنا حد في مكاني، والنهارده انا موجود بكره الاطفال دولت موجودين، فبالتالي هم لازم يبقى في تاسيس للثقافه المصريه، بمعنى ان هو يعرف مصر دي عباره عن ايه، هي ليه مصر كده عباره عن ايه. هتلاقي ان في كل حته في مصر، كل اقليم، كل محافظه في مصر، كل بلد ليها طبيعه خاصه، طبيعه خاصه في الكتابه بتاعتها، في الاعراف الاجتماعيه بتاعتها، في المزيكا بتاعتها، في الرقصه بتاعتها، حتى الحكاوي بتاعتها هتلاقيها مختلفه خالص. فلو انت قابلت حد مثلا من اسوان قدك كده مثلا، يوسف برضو تاني من اسوان، يعني هتلاقي ان هو مختلف عنك خالص لان هو عنده ثقافه مختلفه، بس انتوا الاثنين تجتمعوا انكم بتعملوا ثقافه مصريه. فاهميه الثقافه للاطفال انها بتعمل لهم زي اساس، زي بتاع العماره كده، شفت عماره هي بتتبني بيبقى في اساس تحتيها مش كده، بيقعدوا يحطوا حديد ويحطوا خرسانه وحاجات كلها، فالاساس ده بعد شويه انت مش بتشوفه، انت بتشوف العماره هي اللي طالعه. فالثقافه المصريه بالنسبه للاطفال كده هي الاساس اللي تحت الارض اللي بنحفر له جامد، بنحط له حديد كتير، بنحط له خرسانه كتير قوي، عشان لما تكبر كده وتبقى في يوم من الايام تقعد هنا في المكان ده تقول انا مصري. في اخر الحلقه عايزين حضرتك تقدم كلمه للاطفال المصريين. خدوا بالكم من مصر، انتوا اللي جايين، انتوا احسن ناس في الدنيا، انتوا احلى حاجه في مصر كلها، انتوا النبت او النبات، عارف النبات هو طالع صغير خالص، هو ده اللي هيطلع، هو ده اللي هيبقى شجره في يوم من الايام، الشجره دي كلها اللي هتدي الظل علينا كلنا. حافظوا على البلد وربنا يخليكم لينا كلكم. نشكر حضرتك على استضافتك الكريمة لينا، ونراكم الحلقة القادمة في برنامجنا
لقاء المستقبل.